بمشاركة 29 فيلماً من 18 دولة، افتتحت فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان صورة السينمائي الدولي للأفلام القصيرة بلبنان. أفلام تتنوع بين الروائية والوثائقية وأفلام التحريك تتنافس حول جوائز المهرجان. شكراً على تقديركم. شفنا عدة فرق من عدة دول، ثقافياً مهم جداً أنه نتعرف عليهم وناس طيبين، وتاني شيء استقبال الناس إلي، يعني خجلوني، فعلاً خجلوني، ماني عم جامل. المهرجان الذي يحتضنه المسرح الوطني اللبناني المجاني يهدف إلى دعم السينما المحلية عبر مد جسور التبادل الثقافي، غاية تنظم لأجلها أوراش تدريبية وندوات ونقاشات مع المخرجين. كما تخصص هذه التظاهرة السينمائية مساحة كبيرة لعرض أفلام مشاريع الطلاب. أمثل وفد كركوك، أو بالمعنى الفرقة الوطنية كركوك. إحنا من العراق ونشرف طبعاً بيكم، والدعم اللي صار من جهتكم طبعاً هذا الشيء أنا كلش أفتخر به، ويا رب إن شاء الله كل الدول ويعم الأمن والأمان لدولة لبنان. يعتبر مهرجان صورة السينمائي الدولي للأفلام القصيرة الحدث السينمائي الأول والأضخم في جنوب لبنان منذ انطلاق دورته الأولى عام 2014.